لم يعلم ذلك الطفل في ذاك الزمان لماذا رفض أستاذه المفضل اللوحة التي رسمها، ولماذا ضحك الرفاق حينها. ما الذي بدا غريبا ومضحكا في لوحته التي رسم فيها سماء بيضاء وبحرا بنفسجي؟ إنها تبدو جيدة بالنسبة له، غير أنه لم يدرك أن البحر في لوحته كان بنفسجيا، ولا يعرف أي لون هو لون البحر. فقرر أن ينسى تلك اللوحة وانصرف ليراقب الطائرات. الشيء الوحيد الذي يشغل باله في هذا العالم فقط الطائرات. كان يصنعها ويطلقها في عالمه الصغير لتحمل أحلامه على أجنحتها إلى المستقبل، غير أن الطفل لم يعلم أن هذا المستقبل سيبقى سجين اللوحة التي رسمها منذ سنوات. فقد امتص اللون البنفسجي زرقة البحر وأفق السماء القرمزي لتغرق حلمه بالطيران في عمق بحر بنفسجي. ولد بدر يوسف مراد في منطقة الظهران في المملكة العربية السعودية، ولعل قرب منزل والده من المطار ساهم إلى حد كبير في ولادة شغفه بالطائرات. فكان بدر يقضي ساعات مستغرقا في تأمل تلك الأجسام الضخمة، كما كان يراقب مواعيد هبوطها وأقلاعها بدقة وانتباه حتى أصبح يعرفها جيدا. دائما وانا صغير اشوف الطائرات يوميا او كل ساعه تقريبا، لدرجه اني ما انام بالليل انتظرهم لما يجون انتظرهم، لدرجه ان بعد عده شهور صرت اعرف الطائره من صوتها. اقدر اقول لك هاي ايش نوع الطائره، هاي كانت دي سي 8، هاي 707، هاي ايام قبل السبعينات يعني، فهاي طائرات ما تشوفينها الحين موجوده. فتعبوا الاهل معي إن قالوا خلاص خلي على الأقل هو موجود في البيت وجبنا يطلع برا عند الباب ويشوف الطائرات أحسن من ما يروح يلعب بعيد، وتعرفين على 7 8 9 سنين شاب صغير. فصاروا يجيبوا لي الكتب، كتب الطائرات حلوة كانت يعني على ذكرياتي أشوفها، وكل هالكتب هاي موجودة عندي الحين، فتعلمت منها كثير وأنا صغير. وكنت دائما أحب أصير طيار لأن أحب الطائرات، فكنت يعني أمنيتي كنت أصير طيار. ولما نسافر كنا صغار ونسافر يعني دائما نقول حق المضيفة لو سمحت تاخذني لغرفة الكابتن. وكان هذيك الوقت سلامة الطائرات والمشاكل ما كانت موجودة اللي عندنا الحين، فكان سهل تضربين باب الكابتن ويدخل ويقعدش على الكرسي، وهي كان جدا جدا حلو. يعني ذكريات لما أعيد الشريط أقول أتمنى هذه تصير حق الجيل هاي. أجاد بدر الرسم بالإضافة إلى حبه للطائرات، غير أن الطائرة والبحر بقيا الموضوعين الأهم في لوحاته. مادة الرسم عندي في المدرسة شيء مهمة، ولو تسأليني شنو كنت أرسم؟ أرسم دائما طائرات وبحر، لأن دائما أشوف الطائرات عند البحر. لما نروح كنت في الخبر في الظهران، لما كنت أروح حق في العطل الجمعة الروح العزيزية، كان هذا يعني المنتجع الوحيد اللي عندنا في هذاك الوقت. فالعزيزية حلوة بحرها وكذا، وانت قاعدة في العزيزية دائما ألعب على الشاطئ، وإن البحر بحرهم جدا حلو، بحرهم يعني أزرق غير عن البحر اللي نشوفه في بعض الدول الخليجية. وكنت يعني أحب أرسم البحر والطائرات، لأن الطائرة دائما أشوفها جاية على البحر وهي نازلة العزيزية رايحة مطار الظهران ونازلة، فحياتي كانت كلها كذا، وفي الصيف في البحرين أشوفها. كبر الطفل وكبر حبه للطائرات، حتى إنه لا زال يذكر تماما الهدية التي تلقاها من الجار، والتي كانت طائرة صغيرة فرح بها كثيرا، فكان يحتفظ بها فوق سريره ويقضي ساعات يلعب بها ويتأمل تفاصيلها الرائعة، حتى قرر يوما ما أن يصنع طائرة.
فأخذ يصنع الطائرات ويجمع ما استطاع أن تصل يديه له من الطائرات الصغيرة والكبيرة، فانتهى أن أصبح لديه عددا كبيرا منها، الطائرات في كل مكان. وفي عام 2000 ميلاديا سجل بدر يوسف مراد رقما عالميا في كتاب جينيس للأرقام العالمية كصاحب أكبر مجموعة من مجسمات الطائرات، بلغ عددها 1105 طائرة. أثناء ما كنت صغير كان واحد من الجيران كان أصحاب بيتنا، يعني شافني أحب الطائرات وهيك، فمرة أعطاني لعبة طائرة صغيرة ألعب فيها ومحتفظ فيها، وعندي هذه أغلى شيء كانت يعني في العالم حق طفل تعطينا طائرة. وكنت أنا ما كنت أدري إن هذاك الوقت إن فيهم بعد ألعاب صغيرة، فكنت بس يطيرون في الجو، ما كنت فمحتفظ فيها طول الوقت وما زالت عندي هاي الطائرة. كبرت بعدين وصرت أجمع الطائرات هذه، صرت أهلي لما يسافرون أو أنا أسافر أو أصحابي يسافرون يشترونها من الخارج ويجيبوا لي إياها أجمعها، وبعدين صرت أنا أسويهم بيدي. لما أبغي شركة طيران معينة أجيب طائرة مثلا أشتريها من البلاستيك عليها شعار شركة، أنا أروح أمسحها وأجيب المعدات وأشيل هاي كلها وأنا أرسم الطائرات، أرسم شركة الطيران اللي أبغيها يعني. فللثانوية وأنا أدرس في الثانوية في الخبر، الطائرات هذه معي وتكبر، المجموعة تكبر، قاعدة تكبر يوم عن يوم. فغرفة نومي أتذكر وأنا صغير كانت مليانة طائرات، وأتذكر في المدرسة لما كنا نروح، إحنا كنا مدرستنا في الخبر وإحنا ساكنين في الظهران، فيوميا الصبح هذا المشوار من الظهران للخبر تمرين على المطار، الصبح لازم تشوفين المطار، فهذه يعني أصحى الصبح أول شيء مخصوص عشان المشوار هذه وبعدين عشان المدرسة، هذه اللي في بالي، لأن لما تمرين الصبح تكون مليان المطار طائرات، ولما أروح المدرسة أول شيء أسوي هناك حق الأولاد اللي معي في الصف، اليوم شفت هاي الطائرة، اليوم شفت هاي الطائرة، اليوم هاي ما تأخرت، وأنا كنت يعني قبل الثانوية يعني في المتوسطة، اليوم وإحنا نتذكر وإحنا راجعين رايحين على الشارع كانت الطيارة الجامب نازلة، وفي الصف وإحنا قاعدين والمدرس يشرح وكذا وتسمع صوت الطيارات تطيرون، أنا أطالع شباب هاي الفيزيتن ميدل ايست الحين طاير يقرع كذا، فيعني هذا كان كله تكون الذكريات حلوه لما اشوفها يعني واتذكرها. في عام 1983 وبعد انهائه للمرحله الثانويه توجه بدر يوسف مراد الى بريطانيا ليحقق حلمه بالطيران، الحلم الذي راوده طويلا وعمل كثيرا من اجله، غير أن القدر كان يخفي له مفاجأة لم تكن في الحسبان، فعلى بعد خطوات قليلة من تحقيق حلمه كانت تختبئ صدمة غيرت كل المعطيات وشكلت نقطة تحول في حياة الشاب. فلما تخرجت من الخبر في سنة 83 خلاص بدر الحين جاهز، أحلامه اللي راح بنى عليها طول من الصغرة إنه يكون يوم من الأيام كابتن جاهز، الحين عليه تقديم الاختبار وقبوله في إحدى شركات الطيران وخلاص دراسة الطيارة. فيعني كان شيء حلم إنه معقولة من يوم أنا صغير وكنت أحب الطيارات، وحين خلاص جاهز أنا خلصت الجامعة وجبت المجموع اللي أبغي، فقدمت لشركة طيران وأخذوني قبلوني ورحت لبريطانيا ندرس. ففي البداية هناك لما رحت للدراسة وللهاي قالوا لي طبعا في البداية بتدي الفحوصات وكذا، فجاني الفحص تبع النظر. لم يصدق ما قاله الطبيب، عمى ألوان، ماذا يعني هذا وكيف يمكن أن يكون، وهل للعالم ألوان لم يدركها؟ وقع الخبر كالصاعقة على الشاب الطموح، فآخر ما كان يمكن أن يفكر به أن يكون مصاباً بعمى ألوان كلي. فلما ابتدى الفحص رحت اليوم الثاني الصبح في بريطانيا هاي كنا، وكلمنا جاء الدكتور وسمعني في الأذن، فهو يطالع الأذن حسيت أنه طول هو يسوي فحص الأذن، قلت له بعد في مشكلة؟ قال لي لا بس في شيء يعني مو طبيعي. قام هو يسوي يعني تريكس حركات يبغي يتأكد عن سمعي اني انا ما قاعد امزح معاه او اني انا مو بالصدفة، لانه هو يحط لك السماعة ويسمعك اشياء توت 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 كذا زي البيب ساوند وينزلهم،
انزين وبعدين يشوفي متى يوقف سمعك الهاي. فهو اللي نزل لمستوى اقل من المتوسط الانسان العادي وانا ما ظل كنت اسمعه. فيقول لي يقول لي جربت معك اكثر من تس عرفت انك انت ما قاعد تكذب يعني صحيح هاي سمعك وهاي سمعك شوي اكثر طبيعي يعني مو طبيعي مثل ايوه اقوى من الاشخاص العاديين. فقال يعني شيء كويس هاي جن النظر. فحط النظر وقال لي قلت له انا اقرا لك الخط الاخير على طول. قال لي وبعد هذا شيء كويس لانه مو كل واحد يقرا الشخص يعني دائما نطلب الشخص مثلا الثلاث الاسطور اللي فوق بس اذا انت بتقراه كويس خلاص. فكان يعني بسرعه قال لي وخلص وخلصت وبطلع. قال لي تعال مستر مراد بس في فحص صغير بسوي لك اياه بفرجيك كتاب قول لي في ارقام وقول لي ايش هاي الارقام كذا نقط وفي كذا ارقامي واذا انت قدرت تقرين الارقام معناتها ان انت اوكي صاحيه اذا ما قدرت تقري الارقام في مشكله. فجاء على الباب واحنا خلاص طالع من الغرفه فجاء فتح الكتاب قال لي اقرا الكتاب المثال الاول كذا بيكون رقم. قلت له في رقم هنا. قال لي ايوه بدر هذه مجرد مثال المفروض تشوفه هذه انزين. قلت له ما اشوف رقم. قال لي لحظه شوي فتح الصفحه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. اقول له ما اشوف ارقام اشوف بس نقط انزين كذا دوائر وفيهم نقطه صغيره. قال لي مو معقول فتح قال لي انت ما تمزح معي. قلت له لا ما امزح. ففتح كل الكتاب للاخير ما في اي شيء. جاء قعدني قال لي شوف الحين بسوي لك شيء شيء سهل كلش وما راح اعطيك الوان ثانيه راح اعطيك بس لونين احمر واخضر احمر وابيض. ابيك تقول لي وسكر الغرفه ظلم واللمبات صغيره كانت بعيد مثل الحين الايديل هذول اللمبات الصغيره. فهو واقف اخر الغرفه وجاب ثلاثه من معاه اللي كانوا في الكورس معاي قال لهم بس ابغيكم تتفرجون تتاكد بس عشان تتاكدون ان ما حد قاعد ما يصير غلط على التقرير اللي راح اكتبه خليكم واقفين ورا وشوفوا. فرواني انا قال لي بفرجيك الحين اخضر واحمر لمبتين ابيض واحمر بس قول لي اي واحد اللي فوق واي واحد اللي تحت. رواني الأول الثاني الثالث يعكس بعدين قال لي طلعت النتيجة طبعا كثير أغلاط بس إنه صاير إنه بالصدفة أنت قاعد تقول واضحة يعني. فبعدين قال لي في نظارة ألبسها لبست هاي النظارة وفرجاني الكتاب الأولي شفت إنه كله في أرقام 60 و 70 و 90 و 8 و 5 وما أدري شو. قال لي تشوفه الحين قلت له أي واضح في أرقام هاي. قال لي أخلك خبرين بقول لك إياهم الحين. الخبر الأول أنت فيك عمى ألوان وهي طبعا حق طيار ما تصلح هذه اهم حتى من النظر. النظر يمكن تقدر تعالجه بنظار تلبس نظاره بس هاي عمى الوان هاي بالولاده ما في اي علاج لها. والنقطه الثانيه ان العمى الوان درجه عمى الوان اللي فيك هو 100% ان في الحاله كل 100 مليون يصير يمكن شخص واحد فيه لان انت فيك عمى الوان كامل مو بس بين اخضر واحمر وابيض واحمر انت جميع الالوان ما تشوفها. غادر عيادة الطبيب وفي ذهنه الكثير من الأسئلة المعلقة. كيف يمكن أن يكون الرسام وصانع الطائرات الماهر الذي برع في خلط الألوان واختيارها مصابا بعمى الألوان؟ كيف يمكن لأحلام سنوات كثيرة أن تنتهي في يوم واحد وفي سطر واحد قاله الطبيب أنت مصاب بعمى الألوان؟ وفجأة عاد بدر بذاكرته إلى الوراء إلى اللوحة التي رسمها منذ سنوات كأنه قد بدأ يدرك العالم من جديد. تذكر وجه أستاذه وضحكات الرفاق عندما شاهدوا لوحته والبحر الذي لونه باللون البنفسجي.